السلام عليكم. سوف نتكلم اليوم عن كيفية إعداد نسخة من صف أعد سابقاً وتحميلها للصف الجديد الذي نرغب في عمله. لنفترض هذه هي الصفوف التي قمت بإعدادها للعام الدراسي السابق، وأحتاج أن أخذ نسخة لهذا الصف. نذهب إليه، نضغط على اسم الصف، سوف تحول إلى داخل الصف، ومن ثم نذهب إلى السيتنج الموجود هنا. نذهب إلى خيار Export Course Content. بالضغط عليه سوف تظهر لنا شاشة جديدة. هذه الشاشة هو عبارة عن أنه أنت راح تسوي نسخة لجميع محتويات الكورس عدا الأسئلة، أم تعمل نسخة فقط للأسئلة التي قمت بإعدادها خلال هذا الكورس. طبعا أنا بالنسبة لي أنا أخذ محتويات هذا الكورس، فبالتالي أضغط هنا ومن ثم Create Export. ننتظر قليلا. طبعا سرعة إعداد هذه الكوبي يعتمد على حجم الملفات الموجودة في هذا الصف، وكذلك أيضا سرعة الإنترنت. ورغم كمل راح أضغط هنا New Export. أنتظر قليلا، راح تبدي هنا النسخة. طبعا مثل ما قلنا النسخة هنا الثانية عندي 6 ميجا و 7.10 ميجا بايت، تحتاج دقيقتين. طبعا أيضا سرعتها راح تعتمد على مثل ما قلنا المواد الموجودة في الصف الذي قام بإعداده. أوكي، إذا تنتهي النسخة راح نروح طبعا هنا أنا أريد أسوي الصف الجديد، أروح على Start New Course، أضغط هنا أنطي فد اسم معين للكورس اللي أنا أريده، مثلا Engineering Statistics، خلي هنا أنا أريد برايفت وليس كوبيرايت وليس بابليك. هنا أنا مجموعة نوعية الصف اللي أنت تريده، إذا كان بابليك حيكون عام بحيث أي شخص يقدر يشوفه، أنا لا أنا أريد برايفت، راح أقول له Segregate Course. ننتظر قليلا لإعداد الصف، وهذا أيضا يعتمد على سرعة الإنترنت. أوكي، تم إعداد الصف. هسه شو حسوي؟ أيضا أذهب إلى Settings لهذا الصف الذي تم إعداده، أضغط عليه. انتظر. ظهرت الناس هذا الصف والإعدادات يعني الجديد. أذهب إلى Import Course Content، أضغط هنا، أحتضر لنا صفحة جديدة. هاي الصفحة راح أختار كورس او كامبس كورس اكسبورت باكج. هذا هنا راح ياخذ لي كورس كامل انه انت نزلته كباكج ويصعده هنا. طبعا هذا الخيارات حنتعرف عليها في خلينا نقول محاضرات قادمه ان شاء الله، فراح اضغط هنا راح يظهر لي خيارات تشوز فايل، راح نضغط حتى نختار الفايل، راح نلقيه احنا بالداونلود هذا الفايل اللي ارغبه، هذا هو حددته، حقول له اوبن اختارها. فأما أقول له All Content كل المحتويات الموجودة، أو فد محتويات خاصة أنا أحددها، بس أنا هحتاج كل الكونتينت. وأيضا راح تقدر طبعا هنا إذا أنت تريد تغير التواريخ الموجودة يعني بالفصل السابق، راح تقدر تغيرها من هنا أو بعدين يعني مانوال، ولا ما نكمل الامبورت ادخل اغير براحتي. فانا بالنسبه لي راح ورا ما اكمل تحميل راح اروح هناك اغير براحتي التواريخ وبعض الاعدادات. حقول هسه امبورت، انتظر قليلا. وهم نقول يعتمد التحميل على سرعة الانترنت وكذلك حجم الملف والمحتويات في الكورس السابق. بدأ التحميل.
انتظر، راح تظهر لنا ورا ما يخلص راح تظهر لنا رسالة بانتهاء العمل. هنا يشوفون اوكي ننتظرها على هاي، انتبه عليها المفروض تبدي running. اوكي ننتظر قليلا، اسف يعني حسب سرعة الانترنت الموجودة عندي متوفر في هاي اللحظة. اكتمل ان شاء الله. عند اكتمال التحميل راح تظهر لنا كلمة complete وراح يبين الصف هنا انه اوكي بس يعني خلاص التحميل. راح نذهب هسه على الهوم للصف، راح نجد انه كل الشغلات اللي اني كانت موجودة بالصف السابق انتقلتها هنا. هسه هذا هو الصف السابق من اجي عليه، هسه ها هو هذا هو الصف السابق، كل المحتويات اللي كانت موجودة انتقلت للصف الجديد. وشكرا لحسن استماعكم.